اختيارات فينا انا عارفه جعجرني هو يعني اللي يعرفني اللي يعرفني يعرف ان انا دايما اختياراتي سيئه. بس اليوم كان عم بخبرني ان اول ما وصل على لبنان انا لاحظت حاجات غريبه جدا. ايه يعني انا عامه لما بنزل في لبنان انا بلاحظ حاجات موجوده على طول بس ما خدتش بالي منها. المره دي خدت بالي منها. يعني مثلا في حاجه من الحاجات اللي انا خدت بالي المره دي ان كل حزب عامل حواليه حواجز. اعتقد وزيره الداخليه شالتها وده كان يعني انا ساعدت لان تحس كده ان كل حزب عامل كده زي الاسد في الغابه بيحدد منطقه نفوذه بالتضاره فاهمني ازاي فبيعمل كده فهم هنا بالاسمنت فالحمد لله ان ده اتشالت. بس انا خدت بالي من المره دي اللافتات. يعني اول ما نزلت لقيت اول يافطه بعد المطار سعد الحريري سلامة قلبك يا قلب البلد. قلت والله لطيف رئيس الحكومة بيعملوا له يافطة. بعديها حسن نصر الله وفاء وإباء أو بعديها شكرا حسن نصر الله وبعديها ميشيل عون بينا صار بي الكل أو لا تنحني يا شامخ لا تنحني أنت مش عارف منحبك قد الدنيا. وبعدين دخلت بعد كده هو لقيت نبيه سمير جعجع حكيم الأمة وبعدين بعد كده لقيت نبيه بري يا ولنا من بعدك. فقلت في إيه يا جدعان؟ قلت أنا بصيت للسواق التاكسي اللي جنبي قلت أنتوا عندكم انتخابات؟ قال لي لا الانتخابات خلص من زمان. احنا امال انتوا ليه عندكم الكلام ده؟ قال لك لا ده موجودين طول السنه. فابتديت ابص على اللافتات بطريقه مختلفه لقيت ان هم موجودين طول الوقت زي اللافتات بتاعت الاعلانات بتاعت البرودكتس. فلو سعد الحريري وراه ايفون حسن نصر الله وراه هواوي بعدين نبيه بيزي وبعدين بيرسيل. فقلت ان انتوا الدوله الوحيده اللي عملتوا تسليع للسلعه السياسيه وانا شايف ان انتوا بتضيعوا وقتكم لان عندنا في مصر هو منتج واحد. هو منتج واحد ما بيتغير وهتاخدوه بالعافيه هتاخدوه. فالمهم انا بعدين ركزت اكتر في محتوى اللافتات فلقيت مثلا موجود ايه سعد حي يقول لك سلامه قلبك يا قلب البلد. قلت والله لطيف قوي السجن قال لك هو كان تعب راح فرنسا عمل عمليه قلت له الله ده جميل قوي يعني السلوجان ماشي مع حالته الصحيه. قلت الله طب ليه ما نعملش كده مع السياسيين كلهم؟ يعني مثلا لو رئيس الجمهوريه كح يقول لك سعه صدرك وسعه البلد او مثلا واحد مثلا زي نبيه بيزي جاله صداع قال لك انت شايل على دماغك متاعب البلد او مثلا تلاقي وزير جاله امساك انت ماسك بايدك زمام البلد او واحد او مثلا او ما او مثلا باسيل جبران يجي له اسهال يقول لك على ايديك سهلنا اوضاع البلد او بقى الطف حاجه بقى لو جالك سياسي او نائب حرامي يجي له مغص يقول لك فتحنا احشائك لقينا كل البلد. هيدي لو جالك مش موجوده. اه طبعا ما فيش ولا اي حد حرامي طبعا كلهم زي الفل. فالفكره ان انا بديت ابص على اللافتات الثانيه انا كنت عايز اشوف اكتر في لافتات ثانيه فلقيت ايه ما كنت مخبى كل العمر. نعم هو لا تشوف البرسبكتيف لا لا انا عمال اسرح في اليافطه ففي يافطه عجبتني ولقيتها والله لقيت يقول لك ايه وقت الخطر قوات فانا ايه انت عارف حتى اليافطه بتزعق فيك وقت الخطر نقطتين قوات فقلت لا هو ده هو ده 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 سلوجن بتاع الجيش اللبناني في سواق تاكسي. لا لا ده مش الجيش اللبناني طول ما الاقي ده قال لي دي القوات اللبنانيه. قلت ثانيه القوات اللبنانيه هو الجيش اللبناني؟ لا 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 القوات اللبنانيه حاجه والجيش اللبناني حاجه. يا جماعه انت زي بتقول محمد صلاح ومو صلاح ما ينفعش. القوات اللبنانيه هي اللي جيش. لا 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 القوات اللبنانيه ده حزب لوحده. قال اه ده كان ميليشيات زمان. قال لي اه سمير الشعشع. قلت له اه ده كان عندهم ميليشيات واسلحه. قلت له ما عادش الكلام ده. قال ما عادش فيه سلاح بس وقت اللزوم بيطلع. المهم فالمهم قلت له خلاص يبقى ده قوات ده حزب. وبعدين لقيت بعد كده الكتائب الإلمانية. قلت له ده بالجيش. قال لك ده مش الجيش ده حزب تاني. قلت له يا جماعه يعني كتائب وقوات مش جيش انتوا عندكم مشكله في تسميه الاسماء. يعني مثلا زي ما اقول لك مثلا ايه مستشفى دار الشفاء دي بتقدم خدمه طبيه لا ده كباريه ما ينفعش. قلت له ايه الفرق بين القوات والكتائب؟ قال لي القوات ميليشيات مسيحيه. قلت له والكتائب؟ قلت لي مش ميليشيات مسيحيه. قلت لهم دول مع بعض؟ لا دول بيكرهوا بعض. قلت له
قلت لهم طب ما ده رئيس الجمهوريه مسيحي مش كده معاهم؟ اه مش هيلون ده، ده الواحد دمروني، ده التيار المدني الحر. قلت لهم ده مسيحي زيهم معاهم؟ لا بيكرهوا بعض. قلت لهم امال مش مسيحي المفروض يتحدوا؟ لا ما هم مسيحيين يا اما سنه يا اما شيعه. قلت له يعني ايه مسيحي سني ويعني ايه شيعي؟ ده زي ما اقول لك انا هلو انا اسمي محمد انا روم كاثوليك. فسحت اكتر في اللافتات، فقلت طيب اوكي، طيب انت دلوقتي انا فهمت دلوقتي انت عندك المسيحيين مش مع بعض وعندك السنه سلفي الحريري، انا عارف انت عنده رئيس البرلمان نبيه بيري شيعه، قال لي اه شيعه. قلت له الشيعه يبقى تابع حزب الله؟ قال لا دي حركه امل. قلت له شيعه برضه؟ قال اه. قلت له مع بعض؟ قال لا بيكرهوا بعض. قلت له يعني هم المفروض نفس السياسه الشيعه؟ حسيت على الضحكه هيدي ما حدا استفاد. وده اللي قال لي لان انا دايما بقول انتوا ما شاء الله يا جماعه لبنان ما فيهاش خطوط حمراء. لا ما فيهاش خطوط حمراء ما عدا حزب الله. قلت له اه طيب ماشي. وما عدا نبيه بيري؟ قلت له اه ماشي. قلت له طب ليه؟ قلت له اصلا زعرانين لما بيعملوا حاجه وانا اساسا جايب سيرتهم دلوقتي. قالوا لك غلط. بس انا لا قال لك هيك قال لك غلط. لا بس في حاجه انا كمان انا اعرف كمان ان في دروس. انا قابلت السيد وليد جنبلاط. وليد جنبلاط ما كان في صوره له. وليد جنبلاط. فقلت له هو ده اعتقد القائد الشيعي الوحيد؟ قال لك لا في كمان وام وهاب. قلت لهم ده مع بعض؟ لا بيكرهوا بعض. فالمهم انا 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 بصراحه انا مبسوط ان انا في لبنان لان الناس متقبله. يعني انا سعد الحريري اسمع ان هو بيتقبل هزار، وليد جنبلاط متقبل هزار جدا، راجل عنده ساعه صدر جميله. وانا عملت معاه وبدعوه منه ومن زوجته نورا، سيده نورا، دعوني لبيت الدين. هما كانوا لطاف جدا. فتصورت مع في الناس كلها على السوشيال ميديا شتمتني، قال لك ده عمله. قلت لهم يا جماعه انا مش فاهم السياسه اللبنانيه. قلت له ازاي انت المفروض تفهم؟ قلت له يا جماعه بالسياسه دي اللبنانيين نفسهم مش فاهمين السياسه اللبنانيه. بس انا عارف ان انا طولت، بس هقول قصه اخيره مع وليد جنبلاط لانها يعني بصراحه كانت لطيفه جدا معايا. انا اليوم اللي انا كنت جاي فيه علشان يوم الدين هو دعاني عشان اطلع المختاره. فالمهم انا كنت في الفندق، قال لك استاذ باسم العربيه واخداك عشان تقابل وليد بيك. فقلت نزلت مستني عربيه، فلقيت ثلاث عربيات لاند كروزر وناس بقى مسلحين ورشاشات وبتاع. قلت ايه ده؟ ولقيتهم حاطوني في العربيه اللي في النص، قدامي عربيه ورايا عربيه معايا ناس مسلحين، كان ناقصنا ثلاث موتوسيكلات ومحاوله اغتيال. فطلعت فضلت اطلع على الجبل، اطلع على الجبل. طالع بقى شوف بقى الخاص المختاره، لقيت اعدي على حاجز امني واحد مسلح يبص على العربيه يشيل الحاجز يعدينا، حاجز امني راجل مسلح يبص على العربيه يعدينا، لقيت لما وصلت لقصر كبير قوي، سور كبير قوي، وبعدين باب حديد كده وبيفتحه، لقيت نفسي حاسس ان انا بقيت في جنوب ايطاليا. وفجاه سمعت موسيقى الاب الروحي في مخي. نا 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 نا. قلت كان ناقصنا واحده تخش بفستان الزفاف وعربيه تفرقع جنبنا. وبعدين قلت انا مش عارف هم هيضيفوني ولا يحطوا لي راس حصان. ان الفيل بتاع لكن انا قضيت احلى اوقات بصراحه في بيت الدين. كان الناس كانت متقبله جدا الهزار، وانا اساسا انا يعني انا سعيد ان انت بتيجي هنا اهوت. الناس متقبله الهزار بعكس ناس تانية. طب خبرنا بدنا نروح مشوار على القاهره انا وياك نشوف اذا ما بلاش في يافطات هونيك ولا ما كتير؟ يافطة واحدة. منتج واحد. منتج واحد.